لقاء جمع كوكبة من الفنانين والمهتمين بعالم الموسيقى، طرحت بمدينة الدار البيضاء منصة موسيقية جديدة تجمع فنانين من المغرب والعالم. جيت باش نشوف صحابي لي زارتيست اللي ربما مش حالي اللي ما شفتهم، حيت بحال هاد لي زيفيرمون هي فين كتشوف كلشي. دونك جيت باش نشوفهم او ميم طون جينا باش كتشجيع بحال هاد البوادر ونشوفوا شنو زعما شنو غايجيبوا هاد الناس، باسكو ان ارتيست ملي كيسمع شي لابيل يعني جديد في المغرب راه تيفرح، ربما ما غيفرحش لراسو حيت ما غايسينيوش معاه ولا ديجا عندهم ديجا دي زارتيست اللي سناو معاهم، ولكن كيفرح لا كومينوتي باسكو هادشي امبليسيتمون هاد الناس هادو راه غايجيبوا واحد العقليه ربما ديال احترافيه اكثر من 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 داكشي اللي مولفين عليه هنا، اي دونك ربما غادي يعاونوا ان شاء الله المنتوج المحلي انه يبان في شكل ابهى، فهمتيني؟ النيفو اللي يكون طالع اللي يكون كومبارابل. ديجا الدراري دابا غير بلا لابيل بلا والو كتلقاهم كيتقاتلوا، الحمد لله لا كرياتيفيتي كتحسي بها. المنصة الموسيقية الجديدة تحمل بصمة المنتج بلال الذي تعامل مع نخبة من الفنانين في مقدمتهم إيكون وبيتبول والشاب خالد. ناس عاديين بحالنا وناس ظريفين ومزيانين والخدمه ديالنا كتبقى غير خدمه، راه حنا بحالنا بحال اي واحد، هذه غير الخدمه ديالنا وصافي. يو جيت ذا سبوت لايت ملي كتكون خدام في الموسيقى ولا شي حاجه، راه هي نفس خدمه بحال اي خدمه في البيرو ولا المعلم ولا الاستاذ ولا اللي كان، هي خدمه. انا كندخل الاستوديو كندير الموسيقى وما كيمشيو للبيروات ديالهم.